مشاهدي قناة شكري مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من سلا. لكم مع سيدة اللي تعرضت للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الرأس ديالها واللي سبب لها العديد من الجروح واللي فيهم يعني صافي 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 رجعي للدرب اللي كنشوفوا انه الراس ديالها مغرز وعندها العديد من الغرزات في الراس ديالها والشهاده الطبيه اللي فيها حوالي شهر اي 28 يوم. كتقول بانها تعرضت للاعتداء من طرف 4 ديال السيدات وجوج ديال الدراري من بعد ما بغاو منها على انها صافي تسد الملف ديال وفاه البنت ديالها اللي كانت انذاك دارت ضجه على المستوى الوطني من بعد ما تعرضت بحسب التصريح ديالها ان بنتها كلات السم عند صحباتها. هنا نخليكم مع هاد السيده اللي غتكلمينا على هاد الواقعه فوقاش عداو عليها وعلاش وكيفاش وشنو هي رسالتها. السلام عليكم شتشي فيغتي من هذا المنبر الله يسهل عليكم. انا كنت تعرض للاعتداء من طرف بنتي الله يرحمها مده عام ونص ولكن المخزن داير حقه غادة في الاجراءات القانونيه ما يعني ما كانت صادع لا والو يعني داخله سوق راسي كنخدم في الفيروج كندخل جيت البوسطة كنجلس كنريح تعرفت على هاد ملاغن الاشخاص 4 النسوان 4 بنات 4 العيالات ومعاهم بنت لاج 22 23 وحده كيقولوا لها الشلحه وحده كيقولوا لها لا باسماء الالقاب وحده العسولي وحده الشلحه الاخرى سميتها كيقولوا عندها سميه اخر كتقول سميتي جراح والاخرى ما عرفش سميتها واللي تعدى عليا اللي ضربني بالسلاح الابيض الملقب مزمز واللي خدام في لافيرا كيقولوا له نقول لك سونطوز بحال هاد السميه اللي كيقولوها في لافيرا. علاش شفتوا هادي؟ ما كنعرفهمش. كيفاش عرفت هاد الاسماء؟ هاد الاسماء العسولي هي اللي وصلتني لعندهم هي وجراح والبنت الصغيره. وصلت معاهم لجيت لافيراي دخلوني حاطين داك الكحول بداو كيضحكوا انا ما نكذبش انا ملي دخلت لتما كيبان لك غير العشاش وسلعه بسلعه ما فهمت والو داك الشيء سلعه بسلعه سلعه بسلعه بحال هذاك اللي كيكون في الزناقي لا عندك شي حاجه خاسره خرجيها لا عندك لا فيراي فوالا. ملي دخلت لتما انا كنلقى راسي حصلت الاخرى قالت لي هذه العسولي ولا ما عرفت شنو قالت لي انا جايه نشوف واحد السيد جيت قهوه الشيشه خرجوا هما بثلاثه. انت علاش مشيتي لتما؟ عيطت لي باش ناكل كسكسو ملي مشيت لعندها انا مغديه في دارنا انا واكله كسكسو في دارنا بقات تحط عليا العار ما كنتسفايش بالعار مشيت لعندها جيت للبوسطه كسكسو بان لي فيه الزغب ما بانش ما خاطري عفت عيبي هذا صافي وهي تقول لي خرجي يلا معايا مشيت معاها قطعوا من جيت البوسطه الواد قطعنا دوك دزنا على واحد الدائره على السوق خرجنا لواحد الجرده جيت حارحمه السوبر شويه دخلوا لذاك لافيراي قلت لها شكون هذا قالت لي غير تنعرفو غير تنعرفو قالت لي ما عليناش دخلت المهم بقى ما كملش شي ربع ساعه تيبان لي داك الشيء كحول ديال واخا انا غنقولها وربي فوق مني غيقول لي المجتمع انت شمكاره واخا قولها بلونجلي ولكن راه انا غنتحسب ديك لوكازيون اللي دخلت داك الموضوع اللي شفت فيه ديال الشمكاره فعلا وانما شنو داروا لي هما خرجت انا جايه اختي خديجه حسيت كاين شي حاجه قلت له خويا نمشي حل لي الباب هاكا قلت له حل لي الباب قال لي ما تخافيش قلت له الخوف والله علاش نخاف منك شكون انت حل الباب انا قلت واحد ما غيغلبنيش صراحه نقولها قلت واحد ما غيغلبنيش مع حل داك العشه ديالهم تيسد بالقفل الدور اختي هاكا تميت غادا مقصده تجات لي الجعبه من اللور خرج لي الملقب مزمز قدامي لابس جاكيطه في الخزيه
ودير كاسكيطه ودير القبيه هكا، جبد اختي 14 حل لي من هنايا البلاصه هذه. طحت تما كاينه، ما عقلتش على راسي، جات لابيلانس هزاتني داتني تلقيت راسي في مولاي عبد الله. ما عرفتش شكون اللي عيط لابيلانس، ما نكذبش عليك، هزاتني لابيلانس تلقيت راسي في مولاي عبد الله. وقع مع شي 11 الليل، مع شي 11 الليل وقع لي هذا الشيء. اذا المشكل ماشي على انك تنازلي على القضيه بنتك، هما كيقولوا لي تنازلي ما تنازلي، انا ما عندي علاش ما عارفاش باش غنتنازل لهم. انا خرجت لي وحده من فرنسا، من فرنسا وهي غرباويه، واخا انا قلت الله يسمح لي كذبت في واحد اللايف كذبت فيه، قلت استاذه اجتماعيه، لا خوتي ماشي استاذه اجتماعيه، هذه رشيويه من فرنسا كتقول لك انا في باري، وحرشت عليا اللي ما يتحرش، وكتمثل راه هي بنت العلامه بنت قنيطره. واخا نهضروا في العامر، شنو سبب هذا المشكل هذا تعرضتي ليه؟ هذا المشكل هذا فين ما كنجبد مشكل ديال البنت الله يرحمها، كيخرج لي شي واحد العطب، ضروري خصني نتضرب، ضروري خصني نحيد من الطريق، ضروري. شحال من واحد تيقول لي راه كانوا غيقتلوك انت، قتلوا بنتك، وكانوا خليوا ديك البنت يقتلوني انا، ورغم بنتي الله يرحمها راه عند الله ماشي مشكل، ولكن هادو اللي هذا 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 الملقب مزمز، اقسم بالله هو اللي قال لي سيري جبدي وتقول لك الحقيقه، هو 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 اللي قالوا لي. عاوتاني قال لي انا كنت نتبعها هكا بهاد الالفاظ، انا ما كنت هذا اطار تبادل الاتهام، هذا الشيء فارغه فارغه من هذا الشيء كامل. اطار تبادل الاتهام، انت تقول لي اللي بغيتي وانا نقول لي بغا، شنو هي رسالتك؟ رسالتي بغيت الله يبين حقي، ويبان حقي في هاد اربعه الاشخاص، العيالات وبجوج د الرجال. صحباتك هذوك؟ ماشي، ما عندي صاحبتي انا، ما كان ما نعتبرش الصحبه هذيك، لا ما كاين. هادو كيفسدوا في الشارع، كيفسدوا، ودابا تقلبي تلقايا دايره تثبت البشاري بطاطا وباربا، هذه التبات ديال البشاري زعما، وهي راه كتخرج ما خلاوتي لي وين. يعني انا اللي كنتكلم، رسالتي الاخيره كنوصل لهذا الشيء اختي، بغيت الله والعداله تنصفني على الحق، ما المخزن معايا بخير، واخد لي حقي فين ما كندخل، واخد لي حقي، بغيت العداله، والله ينصر الحموشي وعاش الملك، والله ينصر سيدنا، والله يشافيه وخلي ليه وليداته من هذا المنبر، بغيت ربي يوقف معاه ويشوف معايا وشي جمعيه تدخل معايا في هذا الشيء. تحن فيا رانا غيد وحده ما كتصفقش، راه انتم عارفين بلا ما نزيد نهضر، الله يرحم ليكم الوالدين، شي جمعيه تامن معايا، شي جمعية تحن فيا، شي جمعية تكون معايا، والله ينصر سيدنا وعاش الملك، والله ينصر سي الحموشي والسلطات كاملين من لاكوش الله دروات، كنشكرهم بزاف بزاف، كيعطوني تقدير وقيمة ليهم، وكنشكر وكيل العام، كنشكرو من هذا المنبر، الله يجازيك بخير، والله يرحم لك الوالدين، والله يسهل عليك. انا قريبا نجي نشوف عاوتاني، باقا نطلع ونهبط على داك الشرح، الله يسهل عليكم اختي وسهل.